بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي سخر لنا الأنعام وجعل لنا فيها فائدة، الحمد لله على شعائر الإسلام، الحمد لله على شعيرة الأضحية، والصلاة والسلام على من أقام هذه الشعيرة وأطعم الفقراء والمساكين. ويقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فإننا اليوم نقوم بمعاينة للعجول والأغنام في قطاع غزة للتأكد من الحالة الصحية لهذه الأضاحي، ونحمد الله بعد أن تمت معاينتها من قبل الطبيب البيطري فهي بحالة جيدة ولا توجد بها أي أمراض أو أوبئة. إذا ندعو أهل الخير في دولة أندونيسيا الشقيق لتنفيذ أضحيتهم في قطاع غزة لتكون أضحيتكم عيدا لأهل غزة، فقد تعلمون أن غزة تمر بظروف مأساوية ومعيشية صعبة، لذا ندعوكم للتبرع لشراء هذه الأضاحي لتصل إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.